هذا شو جابوا لهون؟ ليكي زهرة، أنا ما بدي أشوفها. ما بدك تشوفي؟ لا ما بدي. صار جوزك. ليك زهرة، أنت ليه ما عم تفهميني؟ أنا ما بدي إياه، ما بدي أشوفه. ما بتحبيه؟ خيرية، تعي يا خيرية، سلمي على ابن عمك. زهرة، كرمال الله، كرمال الله، أنا ما بدي أشوفه. روحي. الله يخليكي علشان روحي. فوتي يا بفوتي. فوتي خير يا فوتي، لا تستحي مني. فوتي فوتي يا بفوتي، فوتي ضيف القهوة لابن عمك. ان شاء الله بيسلموا هالديات. يسلموا ايديك يا ريم. وين خيري؟ وين؟ وين رايحة؟ ما بصير هيك. عادي يا ابي عادي، كمال رايد يشوفك. انت هلا حلاله. تفضلي خيرية، هي جايب لك اياها الك خص نص. شو بكي خجلانه؟ انا جوزك، بكره بدنا نعيش سوا. خديها من ابن عمك يا ابي. وين خيريه؟ خيريه عود يا ابني عود. ليش عم تبكي؟ كان بدي امسك لي ايدي يا سارة، كان بدي امسك لي ايدي. ما فيها شيء. قال ما فيها شيء. ولك كيف ما فيها شيء؟ كيف ما فيها شيء؟ انت مرته. لك انا ما بدي اتجوزه يا سارة، ما بدي اتجوزه. لكن شو؟ ما بعرف. بكرة تعيشوا سوا، بتحبيه؟ أنا ما غلطت لما أجلت الخطبة، لا، الغلط إجا من أبوكي. هو ما استنى لتخلص ثانوية أبي، لكن ما استنى لتخلص ثانوية أمك. لك خيرية، لو قال لي صبر لبعد ثانوية أمك كنت صبرت بدال السنة 10، ولا برضى أتجوز غيرك. لا والله، بس يا حيف يا حيف. بس لو لبستني الخاتم يا معتز كنت صرت لإلك، وما حدا قدر يبعدني عنك. انت الحق عليك يا معتز، وانا ما رح سامحك، ما رح سامحك. انا ما بقدر اقول ما بدي اتجوز غيرك يا معتز، اما انت كلمتك ملكك. اذا قلت فعلت، واذا قلت لا، ما رح يصير الا اللي بدك. هلا انا كل ما بدي احط راسي على المخده بدك تخطري على بالي. لك خيريه، يا ترى هي رضيانه تتجوز غيرك؟ والله ايش كانت رضيانه، الله يوفقها ويستر عليها. اما ايش كانت مالها رضيانه، راح الوم حالي كل عمري وحياتي. ايه والله راح الوم حالي. يا
يرحمه. بس ترك مصاري هالقد ها؟ ايه الله يرحمه. يا حرام يا حرام عليك يب ابراهيم، كتير كتير زعلان على سمعت لي. الله يرحمه. بس بكره بتنسى مسرت. الله يرحمه. اخ هالمسكينه هالمسكينه تربلت على صغر بينها وبينها ما في 3 شهور. الله يرحمه. فوزيه قولي بتتجوز بعد منه؟ انت شو رايك؟ والله ما بعرف، انا عم اسالي. الله يرحمه. قولي على عمتك يا فوزيه، ليش عم يسال عن ام ابراهيم؟ ما عم يطلع من الدكان بلوب. لك لانه حس انه انتم عم تراقبوه، ايه ما بقى يدردر ولا يهوب برات الدكان، مشان ما يكشف عن حاله انه عاطل وما له منيح. عمي وين عم يروح بالنهار؟ ما عم بيروح لقرني، بس المشاوير يلي انا عم ببعته عليها. يعطيك العافيه ابو علي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمي هيك ناس بيكونوا اذكياء كثير، حاسبين كل حركه من حركاتهم وكل سكنه من سكناته. بتمنى ابو عناد ما يطلع مثل اللي ببالنا. والله يا عمي ابو صياح ما عاد ينعرف الصالح من الطالع. الفرنساوي عم يبخوا عمله خيرات الله بهالبلد لحتى يثبتوا حالهم، وصار كذا واحد بايعين حالهم للفرنساوي. الله يبين الحقيقه وما نوقع بالمهالك. بقى الا هالامبراطيم شهيره تبهدل بنتي، هذا اللي كان ناقص. ايه بس الحق على بنتك يا فريال. حتى لو كان الحق عليها يا امتك هي ما لها كلمه معها، ونيعها بدي فشلها يا فشل السنه. هلا صار لها لسان وصارت تحكي وتسب بنتي يا فريال. انا كل شيء ولا حدا يدوس على طرفي وطرف بنتي بخرب الدنيا، بحرق الاخضر واليابس فيها كرمال لطفيه، فهمتي امزكي؟ ولا ليش عم تعلي صوتك علي؟ روحي تضربي انت وياه، روحي لعنده وحكيه علا. ايه شو عليه؟ انا رح اورجيها مين هن لهالشرني. لك وينك ذاتي مو شرني اكثر منها الا انت، وها طقك انا رايحه. لك روحي الهي يا شهيره يحطوكي عن جاصه ويقوصوكي برصاصه يا حق. معلم. ايه؟ معلم ما رضي يجي معي. قلت له في 2 عم يطالبوك بالمصاري وعند عمي ابعاتي. قلت له معلم قلت له، بس ما رضي لا يسمعني ولا يجي معي، وقال لي انه الا ما لقيته بالبيت. وعلى شكلك مش معلم. شو صار معك ابو حاتم؟ عمي حقكم عندي ولا بتاخذوه. وهذا عشمنا فيك لما لقى صهرك ابو ديبو انه انت اللي حتسد الدين عنه ما كذب. ابو حاتم بيلبق لك. يا ريت عندي ابن احمى مثلك. سد حلاك ولد وابلع لسانك احسن ما عدمك يا عم تفهم؟ مفهوم ابو ضاي، مفهوم ابو ضاي والله مفهوم. فيك